بعد ما خلفوا قصة الطيران عن الوطن تقريبا تهديم ناس توقف رؤوس سكنية ومحاولة الأهالي استقرار ذات نساء وأطفال تحت أنقاض هذا النزل المدمر تشت قصر عصابات الأسد تقصد المنازل غربية غربية 2-8 الله يوفقك يا بشار. الله أكبر. الدهلة الغربية 2-8-2-4 قصف الطيران حربي مدينة الدهلة الغربية تدمير المنازل بشكل كامل فوق رؤوس ساكنيها ومحاولة الأهالي انتشار جثث الأطفال والنساء تحت أنقاض هذا المنزل. تدمير كامل للمنازل دمار هائل محاولة انتشار جثث أطفال ونساء من تحت الأنقاض. مو قليل مو قليل